ايش الارتكلز معناتها؟ ادوات التعريف اللي هن هن اربعة. ايش؟ الان والاي والذا اكس nothing. الاكس يعني nothing، ولا واحدة من الثلاث. أدوات التعريف تيجي مع ايش هي؟ مع أنو فعل؟ ها؟ مع الأسماء. مع الأسماء، أيوة هي بدي إياها منك. مع الأسماء، تيجيش مع الأفعال. تيجي دائما مع الأسماء، الأسماء. A book، an egg، an apple. The book، the car. خلينا نشوف. طب الأسماء نوعين، countable non countable أو uncountable. خلينا نشوف مع countable nouns. أو countable nouns countable nouns الأسماء المعدودة. خلينا نقول مثلا زي book، مثال تأخذ الأربعة، الأربعة بيخدن الكاونتبل ناون، تأخذ الأربع أدوات التعريف هذول، ثلاثة والإكس nothing. متى بتأخذ مثلا أن؟ أنا أديك إياها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كاونتبل ناونز بتأخذ أن عندما يكون، عندما يكون الاسم مفرد نكرة يبدأ بحرف علة. إيه؟ حسب الصوت، حسب الصوت صحيح. An hour. عندما يكون الاسم مفرد النكرة يبدأ بحرف علة. خلينا نشوف مثال عليها. I found فراغ egg. I ate فراغ apple. I found فراغ إيج. إيش تأخذ هنا؟ أن، لأن تبدأ بحرف علة. أبل تبدأ بحرف علة. I ate an apple. طيب I found an egg، أنا لقيت بيضة. بيضة إيش؟ دجاجة، طير، حية إلى آخره. نكرة مش معروفة. وقديش حجمها؟ مستوية ولا مش مستوية؟ خربانة ولا كويسة؟ نفس الإشي. I ate an apple، أنا أكلت تفاحة. قلت لك إيش نوع التفاح اللي أكلتها؟ حمراء، صفراء، خضراء؟ لا، كبيرة، صغيرة؟ لا. هنا نكرة، مفرد نكرة. إيش بيأخذ؟ أن. متى تأخذ إيه؟ نفس الإشي، عندما يكون الاسم مفرد نكرة لا يبدأ بحرف علة. نجيب مثالين تانيات. I found فراغ pen. I read فراغ book. A pen, a book. مفرد، لا سوري، انا وجدت قلم. هاي القلم ايش نوعه؟ ايش لونه؟ مش معروف، نكره. I read a book، انا قريت كتاب.
عربي، إنجليزي، تاريخ، جغرافيا، فيزياء، كيمياء، رياضيات. نكرة، مفرد نكرة، إيش بيأخذ؟ إيه، واضح؟ نشوف ذا، متى تأخذ ذا؟ الأسماء المعدودة. إيش؟ سامع. جزئية. عندما يكون الاسم مفرد أو جمع محدد. مفرد أو جمع محدد. مثلا أنت أخذت مني قلمي، بقول لك give me the pen. معروف القلم اللي بيني وبينك. Give me the $5, the $10 I gave to you yesterday. Give me the 5 pens. أديني الأقلام الخمسة اللي أعطيتك إياهم مثلا. يعني يكون إيش شغلة؟ هنأخذ الحين بإيش؟ بتعمق أكثر. متى تأخذ إكس؟ خلينا نجيب مثال عليها. Give me ايش هنا تاخذ؟ اي ولا ان ولا ذا؟ give me فراغ ريد بن. ليش مش شايفين؟ هذه تحته give me the red pen القلم الاحمر. Bring with you فراغ 5 books. The 5 books. نشوف النقطة الأخيرة، متى بتأخذ X؟ يعني تأخذش ولا واحدة من الثلاثة. عندما يكون يكون الاسم جمع وبشكل عام. يكون بشكل عام كيف؟ I hate dogs. I hate dogs. ما كتبتش the dogs ولا a dogs. I hate dogs بشكل عام جميع أنواعها. I hate cats. I hate snakes. بشكل عام. خلينا نشوف مثالين. I hate cats. I hate فراغ cats. إيش تأخذ هنا؟ Nothing. هنا بشكل عام بكره القطط. فراغ cars can be dangerous. No article. ليش؟ لأنه جميع السيارات بشكل عام، ما قلتش محددتش مثلا سيارة السوبارو، المرسيدس، الكايا، الغيره. واضح؟ جميع السيارات تكون خطيرة. تاخذش يعني. واضح الكلام هذا؟ نشوف النقطة الثانية اللي هي النون كاونتبل ناونز. نمسح.
هاي مثال عليها مثلا non-countable nouns زي كلمة milk, sugar, sand, land, money. متى بتاخذ ايه؟ ان ندى متى بتاخذ ان الكاونتبل ناونز؟ غلط غلط. يلا غيره. غلط. تاخذش لا ان ولا ايه. الكاونتبل ناونز لا بتاخذ لا ان ولا ايه. تاخذ يا اما ذا يا اما ايش؟ زيرو ارتكل. خلينا متى بتاخذ ذا؟ عندما يكون الاسم ايش؟ محدد او معروف. وهنا بتاخذ اكس عندما يكون الاسم يكون الاسم بشكل عام. مثلا انت الحين في البيت او في المطبخ امك ايش بتقول لك؟ give me the milk او bring the milk with you. هات الحليب معاكي. الحليب ايش بيكون؟ يا اما في كاسه يا في غلايه في ايش ازاز يا طنجره كبيره، اكثر من هيك لا، صح ولا لا؟ give me the milk, give me the salt, give me the sugar. هنا معروف الشوغر مثلا في مرتبان معين او في كاسه معينه الى اخره. عندما يكون الاسم بشكل عام I hate sugar, I hate milk, I hate milk بشكل عام، انا بكره الحليب. في ناس كثير بتكره الحليب، صح ولا لا؟ خلينا نشوف امثله. والثاني هنا ذا كويس. الأولى نو ارتكل والثانية ذا. كليش نو ارتكل في الأولى؟ milk is useful for children. الحليب مفيد للأطفال. حددنا الحليب محدد ولا بشكل عام؟ بشكل عام. فايش بياخذ؟ X. الثانية mother milk is useful for children. حليب الأم مفيد للأطفال. هنا حددنا الحليب. أنو حليب؟ حليب الأم. فهنا ايش بيكون بده ياخذ؟ ذا. واضح؟ خلينا نشوف شرع عنا. A and the indefinite article. الA والAn هذه مع النكرة. Indefinite تنكير، أدوات تنكير. Is used with singular countable nouns. تستخدم الA والAn مع الأسماء المفردة المعدودة. To refer to things, a thing or an idea. عشان تعود إلى بتعود إلى شيء أو فكرة. For the first time. لأول مرة. I found a pen. أول مرة أنت تعرف المعلومة هذه. شوف أمثلة. We have a cat and a dog. مفرد نكرة لا يبدأ بحرف علة. There is a supermarket in the وحدة street. هناك في supermarket واحد في الوحدة street. I am reading a good book. أقرأ كتاب كويس.
The definite article the أدوات التعريف اللي هي the is used with singular and plural countable and uncountable nouns when both the speakers and the listener know the thing or idea already. ذا تستخدم مع الاسم المفرد أو الجمع المعدود أو الغير معدود، قلنا تأخذ التنتين، عندما يكون المتحدث والمستمع على علم في الموضوع، علم مسبق في الموضوع أو ماخذ فكرة عنه. خلينا نشوف أمثلة. We have a cat and a dog. هذه إيش؟ أول معلومة بعطيك إياها، ما كاش علم فيها. The cat is old but the dog is just a puppy. القطة كبيرة في السن والكلب جرو لسه صغير. هنا إيش؟ صار في علم مسبق. أنا عندي قطة وكلب، القطة كذا، الكلب كذا. I am going to the supermarket. هاي كمان مثال. Do you want anything؟ أنت الحين مثلا طالعة على الدكانة، معروف الدكان اللي عندكم هي أبو العبد اللي جارنا، فيش غيره، صح ولا لا؟ يعني معظم الناس بتتعامل مع الدكانة واحدة أو دكانتين. I'm going to the supermarket. بتقول لأمك مثلا أنا رايحة على السوبر ماركت. هنا إيش؟ في علم مسبق، أمك عارفيته، عارفة وين بدك تروحي، أو الكل عارف في البيت عارف أنت بتروح مثلا على وين سوبر ماركت. The book is by Mark Anton. The book is by Mark Anton. مثلا بقول هذا أنت الحين الكتاب معك أو معي كتاب، بقول هذا كتاب لمين؟ أنت عندك فكرة مين هو هاي الكتاب؟ هو فيدي كتاب مين اللي كاتبه؟ بقول لك هذا الكتاب The book is written by مثلا ويليام شكسبير. واضحة؟ نقطة اللي بعدها، استخدامات الـ indefinite articles اللي هي الـ a والـ an with الـ a والـ an with a professions المهن أو الحرف and adjectives denoting religions والصفات اللي بتدل على الدين. I am a teacher. I am a doctor. I am a مثلا writer. She is an architect. Architect تبدأ بحرف علة. I am a Muslim, a Christian, a Jewish. With استخدام الثاني with some expressions of quantity and measurement اللي هي تعبيرات بتدل على الكميات والمقاييس القياسات. A pair of shoes, a pair of stocks, جوز من الجرابين، جوز من الجزم. A little, a couple of minutes, a few, a hundred, a thousand. Three tables a day, كلمة a day, 80 kilometers an hour, 80 كيلو في الساعة. الاستخدام الثالث in exclamations. Exclamations اللي هي التعجب with what plus countable noun. خلينا نشوف what a terrible scar. scar هنا ايش معناتها؟ ندبة. ايش هالندبة الفظيعة. what a beautiful car برضو تيجي، صح ولا لا؟ note ملاحظة in some languages one and a or an are the same word. مثلا بقول I have a car. I have one car بتسد محلها. In English a و an for the indefinite is more common، لكن في اللغة الإنجليزية الa والan أكثر شيوعا من one. We use one for emphasis. نستخدم كلمة one للتأكيد، أكون عم أتأكد أو شغلي هذه مهمة. كيف؟ He drives a Volkswagen. هو بسوق Volkswagen، نوع من السيارات. She has got one Rolls Royce
two Subarus and three bicycles. هنا إيش للتأكيد؟ Rolls-Royce, one Rolls-Royce, two Subarus and three bicycles. ما بتعرض بتقدر تقول she has got a Rolls-Royce, two Subarus إلى آخره. بس للتأكيد عشان الشغلة هذه إيش مهمة Rolls-Royce. Usage of definite article. حين ذا استخدامات ذا. The definite article is used before seas. قبل أسماء البحار. Rivers. أنهار. Hotels. Pubs. حانات. Theaters. مسارح. Museums. متاحف. And newspapers. والجرائد. أسماء الجرائد والمجلات إلى آخره. مثلا عندنا امثله the Atlantic, the Dead Sea, the Red Sea, the British Museum, the Time, the Times اللي اسم جريده, the Ritz ما اسم مطعم او فندق, the Ritz. If there is only one, تيجي كمان تستخدم ذا مع الشغله الوحيده, فيش غيرها وحيدة. مثلا the sun, the moon, the Quran, the queen, the government, الحكومة. كم حكومة عندنا؟ إلا عندنا في غزة حكومتين. بس والحكومة الثالثة مخفية. The precedes the superlative degree of adjective. وذا كمان بتكون قبل دائما صيغة المقارنة العليا بين واحد وأكثر من واحد. He is the tallest, the richest, the most beautiful. He is the richest man in the world. World عالم واحد. كم عالم عندنا؟ واحد. فبناخذ ذا. Jane is the oldest in the class. في الصف. خلا محدد هنا. هي الأكبر في الصف. عندنا ملاحظة. We do not use the with parts of body. تستخدموش مع الجسد. كيف؟ We use my أو his أو her أو your أو our أو their أو it is hand. خلينا كيف نشوف المثال. I washed my hair. بقولوش the hair. He broke his leg. Her leg. My leg. Wrong. He broke the leg. هو كسر الرجل. أنو رجل؟ مش معروفة رجله ولا رجلي ولا رجل الجاجة ولا رجل البقرة. However, the can be used before body parts that are touched by an outside object. لكن the ممكن نستخدمها مع أجزاء الجسم لكن انخبطت أو التمست من إشي آخر مش مني. كيف؟ John hit Mary in the eye. خبطه في عينه. In the face. In the leg. In the nose. No article zero. Zero article. There is no article or a zero article. فيش zero article. إحنا بس بنحذفه بس. ديش بديل له. Before متى بنستخدم before plural الجمع and uncountable nouns والأسماء المعدود الغير معدودة when talking about things in general لما نتحدث عن شيء بشكل عام. I like tomato or tomatoes. I like cake or cakes. Milk is good for you. هنا milk أخذ zero article. وكيكس زيرو ارتكل, توميتو زيرو ارتكل. زيرو ارتكل تستخدم كمان بيفور كونتريز الدول, تاونز المدن, ستريتس, لانجويجز, ماجازينز, ميلز, ايربورتس, ستيشنز محطات, اند ماونتينز جبال. زي بقدر اقول ان رفح بقولش ان ذا رفح, ان غازا ان ذا غازا غلط. I had lunch هنا وجبة
brush the lunch or a lunch with John. I had lunch with John yesterday. Farag lunch was perfect. هنا صار في فكرة. معروفة قبل. هنا ايش تحددته؟ العشاء كان ممتاز. I bought tickets from King Cross Railway Station. هذه اسم محطة. King Cross Railway Station. ايش تأخذ هنا؟ أخذت X. ليش؟ لأن اسم محطة. أربعة. The X zero article before some places and with some forms of transport. في بعض الأماكن وبعض وسائل النقل. أشكال التنقل أو المواصلات. مثلا at home. بقولش at a home أو at the home. In أو to bed. To the bed. At or to work. At or to school. By bus. بقولش by the bus. By plane. By car. By train. On foot. مش on the foot. She goes to work by bus. مش by the bus. ما في شبه بس وحيد. لو في بس وحيد ممكن نقول by the bus. لكن في أكثر من بس. I was at home yesterday evening. Note. ملاحظة. In the phrase go home, there is no article and no preposition. فيش حرف جر. I went home early. أنا ذهبت للبيت مبكرا. Wrong. I went to home. Exclamation with what plus an uncountable nouns. لما يكون عندنا في التعجب بوات وراها uncountable noun بياخذ zero article. What a beautiful weather. بقدرش أقول what a beautiful weather. What loud music. بقدرش أقول what loud what the loud what a loud music. هيك خلصنا الارتكلز. في عنا قطعة. ايش رأيكم؟ ايه؟ طويلة. معيكو دلع. ما لناش نص ساعة. القطعة هذه مهمة لكم. كويسة لمستقبلكم. تحكي عن الأمومة والأطفال في قطاع غزة. غزة mothers newborns struggle under siege. أمهات في غزة والأطفال المولودين حديثا يعانون تحت الحصار. هنا صورة. Children waiting for their mother outside Al Shifa Gaza Primary Hospital where an average of 1,200 babies are delivered per month. هنا أطفال بنتظر أمهم لقاخاش في المستشفى. وهناك معدل الولادة في قطاع غزة تقريبا 1,200 طفل بيولدوا في الشهر.